من الأنبار إلى بغداد جاء هؤلاء الشباب إلى ساحة التحرير لإيصال صوتهم وإعادة التذكير بما وصفوها بالنكبة الخدمية في المحافظة. عوائل وعشائر قامت تحكم لو أحد يحكم به، خصوصا الرمادي، عائلة آل فلان ومسوي ميليشيات ومجموعة ما يحكم. العشائرية طاغية على الأنبار 100% ودعانون منعتها. أكيد هسه ابن الأنبار ما يقدر يرفع صوته بعد، اكيد يستنجد بابن بغداد او ابن اي محافظه. الغربيه مهجرين يا عمي، وضعيتهم تعبان، وهذا تموز جاي اكعاب، خيم نايمين، اطفال جت تموت بالخيم عمي، مي ماكو. وبحسب اخر مسح اجرته وزاره التخطيط يؤشر ان نسبه الفقر في المدن المحرره ومنها الانبار والموصل تخطت 40%، واقل من هذه النسبه اصبحت البطاله، ما دفع البعض الى نقل الاحتجاجات الى العاصمه لتخليص الانبار من واقعها الحالي. المسح اللي نفذ يعني بعد الازمه، بعد ازمه دخول داعش، يعني كانت النسبه وصلت الى 41% تقريبا، يعني متضاعف عن 20% كانت قبل ازمه داعش. كانت نسبه الفقر في هذه المحافظات 20 ارتفعت الى 41، تضاعفت يعني في هذه المحافظات. طبعا هذا ناتج من موجات النزوح الكبيره، كل النازحين اصبحوا فقراء. ويعتزم أنباريون تنظيم وقفة جديدة احتجاجية سلمية والخروج بمطالب تسلم إلى مكتب رئاسة الوزراء خلال أيام قليلة. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.